الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لقضاء الدين وجلب الرزق، سبق وتكلمنا على هذه الطريقة وهذه الصيغة الاستغفار، ولكن في هذه الوصفة يجب أن يكون الاجتهاد. يعني أنت عليك دين فيجب أن تجتهد، عليك دين وتريد أن تقضي دينك أو تريد المال أو تريد عمل أو تريد أن تجلب الرزق، فتستغفر الله. أستغفر الله الرزاق الفتاح وأتوب إليه 1000 مرة وراء كل صلاة، 5000 يوميا. لن تكمل عليك 21 يوم تقضى دينك أو تجد عمل أو يأتيك رزق أو يأتيك مال. أستغفر الله الرزاق الفتاح وأتوب إليه. أستغفر الله الرزاق الفتاح وأتوب إليه 1000 مرة وراء كل صلاة، لقضاء الدين وجلب الرزق وجلب المال أو إيجاد العمل وتحقيق أمنية إن شاء الله يوميا. تكمل عليك 21 يوم حتى يقضى دينك أو تجلب الرزق إليك إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.